ومشاهدينا، بالنسبة لأسهم شركات الطاقة المرتبطة بأسعار وأسواق وأخبار النفط، فكما نلاحظ ارتفاع أغلب الشركات الأمريكية والمدرجة في السوق الأمريكي في قطاع الطاقة مع ارتفاع أسعار النفط خلال جلسة اليوم والليلة الماضية، وكما نلاحظ هناك ارتفاعات متفاوتة في عدد من الشركات المدرجة في السوق والشركات العالمية كذلك المدرجة في السوق الأمريكية.